مزيان، مرحبا بك اختي، نهار كبير هذا. شنو سميتك؟ من كورونا وانا نصوني. من كورونا وانتي تصوني؟ باش نسولك واحد السؤال، صونيتي عليا البارح؟ صافي تفرجتي في اللايف البارح بعدا؟ لا ما كنتيش داير لايف البارح. صافي هادي كاينة. شنو سميتك؟ فاطمة سارة. منين؟ من اسفي. من اسفي. وشحال في عمرك قلتي لي؟ 27. من بغات ديري هاد التيست؟ واحد السيد صراحة انه كيجي للدار هاد الايامات ياك. هاد الايامات كيجي للدار؟ وانا وليت شكاتي. اييه من حقك. ماشي حاجة كاينة، حيت ملي كنصوني ديالك في الواتساب كنلقى اوكيبي كيقول لي لا معرفتش هاد الواتساب كيفاش كيدير ليا. الله يستحمرك. انا اللي بين الميساج. شنو سميتو؟ سليم. باش فكرتيني سليم؟ ما سليم والو. سليم منين؟ يكون مكناس. ماشي من مكناس هاد سليم؟ لا لا من مكناس. منين؟ مكناس. وشحال في عمرو؟ عنده 34 عام. وشحال انت وسليم مع بعضياتكم؟ ثلاث سنين. وشنو العلاقة اللي كتجي معك بيه حاليا مصاحبين؟ وهاد الأيامات عندكم خطبة؟ إيه إمتى تقريبا؟ من هنا سيمانة؟ من هنا 10 أيام؟ شحال؟ لا في الأخر ديال شهر 11. في الأخر ديال شهر 11، دونك باقي لك لا شهر تقريبا. مزيان ملي اتصلتي بيا باش قبل ما ديرو في الطاجين ما يتحرق نشوفو الخبزة ديالو شنو فيها. أري النمرة ديالو صفر. ما كنسمعك. صفر صفر سبعة. ايه يلا. كتلاقي شي وياه ولا ما عمركم تلاقيتو؟ لا لا مراقيه. كتمشي مفايت مشيتي لوجدة؟ هو عمرو جا عندك؟ حد كان كيخدم هنا. يلا الو السلام عليكم. وعليكم السلام. اهلا وسهلا استاذ سليم هذا. ايه مساء الخير، كي داير استاذ؟ لاباس عليك؟ بخير لاباس الحمد لله. الله يطول لي عمرك، نهار كبير هذا استاذ. ياك ما اتصلت بك شي وقت غير لائق انك تهضر ولا كاين شي قهوه؟ لا هاني ماشي مشكل. الله يطول لي عمرك، نهار كبير هذا بعدا. الله يبارك فيك. الله يطول لي عمرك. معايا بعدا السي سليم بعدا باش نتاكد. مرحبا واهلا بك. قبل ما نقدم لك راسي ونقول لك شكون كيهضر معاك نسولك غير واحد السؤال، واش كتصنت شويه للراديو ولا والو؟ شويه. جميل جدا. على حسب الوقت. جميل جدا، دونك نقدم لك راسي معاك مصطفى موزيطي، مقدم برنامج خطوه قبل الزواج. انت حاليا معنا على المباشر في الراديو على اثير يوناو موجه 96.04. فايت لك سامع بالبرنامج ديالنا، عندك شي معلومات عليه ولا والو؟ ما نكذبش عليك اخويا، على حسب الخدمه نضام راسك. مرحبا واهلا بك، فهذه فرصة سعيدة تتعرف على البرنامج ديالنا، ولما لا ان شاء الله سليم حتى هو في يوم من الايام يولي من المتابعين الجداد ديالنا فغتشرفنا اكيد. سليم جانا اتصال، الله يبارك فيك، جانا اتصال من عند واحد الانسة كذلك من مدينة وجدة، للاشارة راه كتسمع فيك دابا، هي اللي عطاتنا الرقم ديالك والاسم وهاد المعلومات اللي عليك، قالت لينا باللي انت يلاه تعرفتي عليها مؤخرا وحاليا كتجمعكم علاقة حب. بغات دير لك واحد السيربريز وفي نفس الوقت عندها شي هضره في حقك بغات تبوح لك بها من خلال البرنامج ديالنا. سليم انا غندوزها لك، مستعد تهضر معاها؟ مرحبا اخو. صدقني قول هذا الموضوع. مرحبا اخويا. مرحبا. تفضل استاذ. قبل ما نقول لك شكون واقيلا راك عرفتيها. مرحبا مرحبا. يلا قبل ما ندوزها لك، شكون هي الانسه اللي جات على بالك ولا تعالي لي ذكر النسب ديالها غير الاسم الاول يكفي؟ تفضل. شنو قلتي؟ ما سمعتكش. قبل ما ندوزها لك، شكون هي هاد الانسه اللي متوقعه متصل على قبلك ولا داعي لذكر النسب ديالها غير السميه بوحدها؟ ما نقدرش نقول لك اخويا والله. ماشي مشكل، ما قدرتيش تقول، يكفي انك تقول لنا غير الحرف الاول باش كيبدا الاسم ديالها. مثلا سليم اس، حرف السين، هاد البنت اللي كتهضر عليها باش كيبدا الحرف الاول من الاسم ديالها؟ المهم بيني وبينك وي
تفضل نقول لك تفضل عادي. حرف الآ. حرف الآ، خليك معي نشوف السيستم. فعلا الحرف الاول من الاسم ديالها هو الآ. يلا انا غادي ندوز عليك السي سليم. اوكي لحظات، عطيم الزهرة. عطيم الزهرة، نعم، امتى عندك الخطوبة؟ يلا انا ندوز لك تعرفي على هضرتك. 3 2 1 سي سليم. كنسمعك. هي لالا يمكن لك دابا الا بغيتي تقول الاسم ديالها تقول. لا لا صحيح تقول. شنو بغيتي تقول ليا؟ سميتها. تقول سميتها. اوكي بغيت غير نسولك واحد السؤال دابا، هي راه كتسمع فيك. اوكي مرحبا. كاين شي معقول؟ حاليا مازال مازال. دونك علاقة حب؟ داكشي. يلا هضري معاها لالا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. بس بخير الحمد لله. عرفتيني؟ وكيلة. وشكون عايشة؟ عايشة قديشة. كنسمعك شمسية. الو خليك معايا استاذ راه وقيله سخفات. ما عرفتش يا اخي. خليك معايا انت. كاينه شي وجده. شكون؟ خليك نتصلوا بها وربما يكون. حبسوا الاتصالات الله يجازيكم بخير. قول لي السميه ديالها يا اخي. ها هي هي غادي تهضر معك دابا وربما يكون سال لها الصوت، حنا كنحاولوا نتصلوا بها. الله يخبر لك الشقفه غير مشغل 3 سنين وهي ناعسه على دار غفلون ودابا جبنا الحقيقه وغير مشغل. ناري على لقطة بقات فيا الزوبية. المرجو إعادة الاتصال. انت حار انت ولا غتكون مشات؟ هادي شادة الطريق دابا، هادي غتكون الخوت شادة الطريق ديريكت وجدة. هادشي الصون على ملاتي في الخلاوي. ناري الخوطر دابا واش فراسكم دابا هاد المكالمة اللي دازت راه ماشي مكالمة عادية؟ راه السيدة مدوزة مع أول حاجة 3 سنين، تاني حاجة عندهم خطوبة من هنا شهر. راه ما راه ماشي نورمال. عجبكم غير مشاهد. رسالة التليفون. إيش بقيت عقلوا على النمرة ديالها 0604 وكتسالي 69. خصني هادي ضروري خصنا نهضرو معاها. الله أكبر. ها كي صوني يلا. مالك أختي؟ لا لا سالي ليا الصوت. إيوا راه صوني عليك. انا حسابني غير بدي راك خرجتي شاده الطريق. لا لا ما بغيتيش تطلع تقني. اش بالك؟ فوا اش كتهضري معايا بحال ما وقع والو؟ ما عرفتش انا كنت شاكه وفي نفس الوقت انا كنت باش نهضر. ما كيصونيش عليك دابا؟ لا هكاك حيت راه قطع ليا و واش تاتني بواط فوكال. ها فاش كنتي شاكة؟ واش كتسمع؟ كنت كنت كنصوني ليك كنبقى مشغول وملي كنسولو كيقول لي لا راه غير التليفون راه غير التليفون وبقيت شاكة. يعني قلت كاينة شي حاجة ممكن تبدل عندك دابا تقريبا شي 15 يوم تبدل هزيتي راسي لحد الدرجة. ايوا سمعي نقولك اختي عزيزة راه باح الخطوبة ما كاين في شهر 11 والو. داكشي اللي كاين زعما عادي. ها الخير في انكم تدعوا للعالم ربي ما كيبعد عليك شي حاجه والا عرفنا فيها شي خير.
شي كيهضر اختي ايوه انا العزيزة، بدات خطأ بالعكس، بحب كيهضر الجدال وكل شيء. الله يعوض كل واحد غدا نقول انكم في لعبة. كيهضر مسخوط الوالدين، دابا غيكون كيهضر مع الأ. غادي نقيد نمرتو باش تا هو خصنا ضروري، ما نبردش انا ديال ما هضرتش معاه. خصني لا 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 ضروري، خاص تاخد المواجهة، خاصك ديري ليه في السطر ولا جاي يطل. صافي اختي العزيزة، انا بقيتي في يوم نكذب عليك. شكون الخوت اللي جاتو سميتها اللي جاتو فاطمة الزهراء دابا كتهضر وهي مصدومة، مازال ما استوعبتش شنو واقع. اقسم بالله اختي الا جيتيني بحال شي واحد وقع عليه شي حاجة ومازال ما استوعبهاش كيهضر. انت راه كانت عندك خطوبة في شهر 11، هذا الشهر اللي داخل، بمعنى في راس امك، في راس باك، في راس خوتك، فراس لا نسى عائلتو. دابا هذاك الشيء كيهمك انت، فراس امك باك خوتك، وبديتي كتوجدي، بديتي كتمشي للحمام بكري، بديتي كديري الماسكات، بديتي راه ماشي عادي هادشي كتقولي، راه كانت عندك من هنا شهر الخطوبة. ولكن المكتب يلا سيري ياك عادي، فهمتي المكتب هو داكشي ديال الله. بالعكس اللهم نعرف دابا ومن بعد